السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومتابعينا الكرام أينما كنتم، لكم منا أجمل وأطيب تحية نزفها ونبعثها لكم عبر الهواء مباشرة عبر قناتكم قناة الريان الفضائية ومن استديوهاتها هنا بالقرب من ميدان التحدي، ميدان الشحانية الذي يستقبل أحد أبرز وأهم المهرجانات لسباقات الهجن العربية الأصيلة، المهرجان الغالي على قلوبنا جميعا، مهرجان يحمل اسم باني قطر الحديثة الشيخ حمد بن خليفة الثاني سيدي الأمير الوالد يحفظه الله ويرعاه، أبو مشعل اللي خيره عام على قطر وعلى العالم، واللي أيضا اختار لنا من يكمل المسيرة سيدي أمير البلاد المفدى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يحفظهما الله. نرحب فيكم في سادس أيام هذا المهرجان، المهرجان الذي يعكس مدى قوة الهجن القطرية وأيضا هجن الضيوف اللي توافدوا على ميدان التحدي من أجل مشاركتنا فرحة المحافظة على هذا الإرث العريق. إذن للحديث أكثر عن منافسات هذا اليوم، يوم تحدي الجذاع للأشواط المفتوحة بمشاركة شعارات أصحاب السمو والسعادة الشيوخ، سيشاركني في الحديث عن هذا الموضوع نخبة من المحللين غانم بن ردة الهاجري، فهد بن علي المهندي، صالح بن راشد الدعبة، راشد بن حارب السعدي، مبارك بن حمد الشهواني، وسالم بن محمد السندوانة، يا مرحبا بهم ومسهلا ومساكم الله بالخير جميعا. الله يسلمك يا مرحبا. ايضا نذكر بمشاركاتكم اللي رحب فيها دائما وابدا عبر وسم برنامج اندرسكور الرئيس على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فمرحبا بكم وبمشاركاتكم. صالح الدعبة يوم مميز، يوم قوي، يوم شاهدنا من خلاله منافسات قويه في الفتره الصباحيه، ويمكن الأميز كان في الفترة المسائية مع 6 رموز ذهبية، ويمكن العوامل الجوية اليوم كانت صعبة على الهجن، ولكن شاهدنا حاجز 9 دقائق ينكسر رغم وجود الهواء القوي وكذلك درجة الحرارة المنخفضة. صحيح، أولا نتقدم تهنئة ناموس لمستهجن الشقب احتكاره الأشواط المفتوحة، كذلك مستهجن الشحانية احتكاره الأشواط الرموز الباقية. أخوي سعد دائما الأشواط المفتوحة لها متعة خاصة بحيث لها جماهير، بعض النوعيات الحلال اللي موجود في هذه المؤسسات يكون له جماهير. الليلة حضرت المتعة في أشواط الرموز الفترة المسائية مثل ما ذكرت أنت، الله يبارك فيها عطايا الله، الرياح كانت قوية والبرد لكن ما أثر فيها، شفنا الحضور المتميز، شفنا التوقيت اللي تسجلت، المتعة كانت حاضرة بكل المقاييس. اللي يمتعنا الليلة وأفرحنا سيطرة الشقب على الأشواط المفتوحة من خلال مهرجان المؤسس وكذلك مهرجان أمير الوالد، سيطرة محكمة. نتمنى لهم التوفيق ونشكر أخونا سعيد بن هادي على محافظته على سير الحلال وثبوته، ولا يفوتنا مبارك بعد كذلك لأخونا مبارك البادي تخرج ولده الليلة من الكلية، مبروك يستاهل، ونهلا على إن شاء الله. يستاهل يستاهل أبو محمد، ونهني أخونا مبارك محمد مبادي النعيمي على تخرج ولده، ونهني كل الخريجين صراحة اللي اليوم تشرفوا بحضور وتواجد سيدي أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه، الذي شرف كلية الشرطة اليوم وخرج نخبة ودفعة جديدة من حماة الوطن الذين سيساهمون بجهدهم واجتهادهم وإخلاصهم في عملهم لرفعة هذا الوطن. وبالمناسبة دولة قطر حصلت على المركز الثاني في آخر مؤشر إعلام أممي عالمي في مسألة الأمن، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم الأمن والأمان على قطر وعلى من يعيش على أرض قطر وعلى الخليج وعلى الوطن العربي والأمة الإسلامية جمعاء، وأن يعم السلام في أرجاء العالم. يوم مميز، أكثر من عنوان لهذا اليوم فهد، سيطرة هجن الشقب ومواصلة سلسلة الانتصارات من مهرجان المؤسس إلى مهرجان سيدي الأمير الوالد يحفظه الله ويرعاه، شفوف تواصل كسرها لتحطيم الأرقام الزمنية، الصغيرة تواصل وتسير على نهج الجزيرة. الجزيرة تفضل. في البداية نهني جميع الأخوان الفائزين والمضمرين وكذلك المؤسسات الحاصلة على نقاط الفترة الصباحية وكذلك الفترة المسائية، ونهني مؤسسة هجن الشقب على انتزاع الأشواط المفتوحة،
تواصل تعلقها مع مؤسسة جن الشقب اللي عودتنا دائما في هذا السن بنفس الأسماء، تكرار هذه الأسماء وتواجدها في الأشواط الرئيسية. وكذلك نهني المضمر سعيد بن عبد الهادي الشهواني وعلى حفاظه على مستواهم وتألقهم دائما وظهورهم في المشهد كما تعود منه جمهور هذه المؤسسة الطيبة. ونهني مؤسسة جن الشحانية على حصولها على رموز الأشواط العمانيات ورموز الإنتاج. أبو محمد شفوف هذا تضيف رمزها الخامس أعتقد في مسيرتها. شفوف شفنا منها عرض اليوم بعد طيب وتوقيت زمني مميز، ومثل ما تفضلت صغيرة واصلت مسيرتها وعطاها في أشواط الرموز. وكهرمان كذلك لإنتاج أم الزبار أو لإنتاج هجن شحانية في أشواط الإنتاج واصل مسيرته. نهني المضمر الشبل وسالم بن فران ومحمد بن خالد العطية على هذا التألق، ونتمنى لهم إن شاء الله المزيد من العطاء. آمين يا رب العالمين. أبو ذيب في ليلة البارحة أطلق على الشوط المفتوح شوط قنبلة المهرجان بالإضافة إلى مسميات أخرى. الشوط الرئيسي شوط قوي، الكل تابع، الكل ألغى كل أشغاله من أجل متابعة هذا الشوط. كيف تابعت الشوط المفتوح وأبرز العناوين لهذا اليوم؟ والله أول شيء نهني مؤسسة هجن الشقب، ونهني الشيخ جعان بن حمد، ونهني هادي المضمرين سعيد بن هادي على هذا الإنجاز، ونهني طاقم العزبة كامل. استهلوا. هذا شوط قلنا لك إنه شوط القنبلة، وفعلا كان فتيلة القنبلة مع المقاتلة رشيدة. الشعار هذا لغاب نجم بدا نجم ثاني. نعم. غاب نجم من سمانة تبين نجوم. لغاب نجم من سمانة تبين نجوم. غابت كلثم عن الشعار هذا، وكنا نظن غابت الميهولة. الميهولة. وكلثم كانت في صدارة المرشحات للشعار هذا. صحيح. حنا طال عمرك اليوم شفنا كلثم مهي في يوم. ناقة من يوم حضراها وشفناها وقلت أحمد فهد قلت الناقة اليوم مهي بصاحية، وشجاعتها وقوتها أبت لأنها تظهر في المشهد. صح. الناقة اليوم شفناها الناقة بالمصطلح العامي اللي لقناها في الركض حافز تنولي في بطنها كله. ناقة من خرقة، فشجاعتها خلتها تبقى في المشهد. صح. لكن يوم غابت الميهولة وغابت كلثم من قوة المنافسة بدأت أنها رشيدة. متعب رشيدة اليوم، فنهنيهم الناموس. وهذا شعار المقاتلات، مقاتلات من الدرجة الأولى، يعني صف ورا صف. صحيح. لا غاب نجم بدا نجم ثاني. نهنيهم ونهني هذه المضمرين. استحل. على هذا الإنجاز اللي على ما قال نتمنى أنه يواصل لمهرجان سمو الأمير بإذن الله. إذن مشاهدين الكرام، بعد أن استمعنا من الأخوة المحللين عن أبرز ملامح هذا المشهد التنافسي الكبير الذي استمر على مدى أشواط كثيرة في فترتين، ولكن تبقى الأشواط الستة هي محط أنظار الجمهور باعتبار أنها الهجن تتنافس على رموز ذهبية، ولكن الشوط الأول المفتوح كان هو الشوط الرئيسي المرتقب المنتظر. نهنئ هجن الشقب ومالك هذه المؤسسة ومالك هذا الشعار سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة الثاني يحفظه الله رئيس اللجنة الأولمبية القطرية على ما قدمه لنا هذا الشعار في المواسم الماضية، وفي هذا الموسم يواصل حصد الرموز في سن الجداع. بعد أن شاهدنا كلثم تتألق في شوط المفتوح في مهرجان المؤسس، تأتي رشيدة لتسد غياب كلثم التي أبت أيضا إلا أن تبقى في المشهد، حلت وصيفة لها. نهنئ كذلك المضمر الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني على حصول كلثم على المركز الثاني ورشيدة على الشلفة الذهبية، وطرب جاءت في المركز الثالث لهجن الشحانية مع سالم بن فران المري. ونهنئ أيضا هجن الشحانية على فوز طرب. أبو نواف، شوط يعني شو بنقول عنه؟ نعم. شوط كوارث هجن. صحيح. في البداية نحن أبو محمد تقدم بالتهنية لهجن الشقب على تقديمهم النوعيات الممتازة،
صف فعلا مليء بالأسماء اللي تسد الفراغ. اليوم كانت رشيدة على الموعد، تابعنا هذا الشوط باهتمام بالغ منذ بدايته وتابعنا الانطلاقة، حيث أن هجن الشحانية أيضا خططت تخطيط كبير ليكون الشوط تحت قبضتها بدفعهم بهيمنة من بداية الانطلاق. كراس حربت هذا الشوط مع الاستهداف الواضح أيضا من قبل شعار هجن الشقب اللي دفعوا بأسماهم المميزة. كانت اليوم عندنا على غير العادة اللي هي كلثم في الأسماء المتقدمة، يمكن تابعناها في أول ندوة وهي في المركز الثالث والرابع وظلت على هذا التقدم، السيطرة ظلت تحت أقدام هجن الشحانية، وأتوا أيضا بمساندة أخرى عن طريق طرب اللي وصلت وكانت على موعدها اليوم. معول هذا الشعار على حضور ولكن حضور اليوم ما كانت في يومها وما تابعناها إطلاقا في المشهد، يمكن عندها إصابة ما ظهرت في المشهد إطلاقا. اشتغلوا على الواقع الموجود أمامهم. هجن الشقب أيضا فرضوا قوتهم بداية بالدفع بطيش، وكذلك كلثم مع وصول رشيدة اللي وصلت مع الثلث الأخير من هذا الشوط وبدت أنها أخطر الأسماء مع وصولها، شدت الأنظار بأن رشيدة يمكن اليوم تكون في يومها وأنها الأبرز. ظلت المحاولة في الكيلو الأخير بين طرب وبين رشيدة. سعيد بن عبد الهادي كان أيضا يتميز بذكاء كبير بحيث أنه سحب الشوط مباشرة برشيدة ليشد الأنظار على أن كلثة موجودة في المشهد ولم تغب. هذا قابله أيضا إطلاق تعليمات من قبل سالم بن فاران على طرب اللي صدروا عليها تعليمات أيضا، والثنتين كانت المنافسة مع الحذر الواضح من سالم بن فاران، كان عنده أيضا عين أخرى، ما عنده إلا طرب، عين الأخرى خوفا أن تفاجئه كلثم في الأمتار الأخيرة. لكن طبعا رشيدة عيت وحتى شفناها في أكثر من مرة تحجز البكر لما تيها، مقاتلة قوية تحجزها أكثر من مرة، تحاول أن يكون الشوط شوطة، وفعلا أنهت الشوط بسلام. وبعد ذلك أيضا وصلت كلثم بعد في الأمتار الأخيرة وكانت مساندة. يحسب الكلثم نعم. أولا ما كانت اليوم في الصورة، لكن يحسب لها إصرارها على أنها تكون ضمن دائرة المنافسة، وشاهدنا أيضا تقليص الفارق ترى راح للهجم منها صحيح. وهي ولكن كان بكر ضمن للدفعان، بكر كان ضغط عليها مبكر وهي حاولت أن تكون في المشهد مثل ما ذكرت. آخر الأمتار يمكن سعيد عبد الهادي ريح بكرة وعطى عليها تعليمات فيما بعد لتقليص الفارق، وفعلا استجابت وهي نجمة ترها من النجمات اللي إشار لها بالبنان. وسعيد بن عبد الهادي نقول له 10 على 10 وبيض الله وجهك، يستاهلون هجن الشقب. وكذلك هجن الشحانية ما قصروا، قدموا لنا نوعية ممتازة وكان ما عندهم إلا طرب اللي قاتلوا حتى النهاية. بنسأل عن دام تكلم عن هجن الشحانية، اليوم كان الجمهور يتوقع حضور ولكن حضور اعتقد انها تعرضت لاصابه ما شاركت في الشوط تقريبا. مبارك انا ما اعتقد انها لا شاركت في الشوط. شاركت ها شاركت لكن في المسار اعتقد المسار تعرضت لاصابه، عرضت الناقه في الغاره. نعم. ونتمنى ان شاء الله سلامتها. آمين. ان شاء آمين. الله الله يشفيها ان شاء الله، ربها طيبه الحين ان شاء الله. ان شاء الله انها طيبه. طبعا حضور البكره التاريخيه صاحبه الانجازات وصاحبه العروض القويه من الهجن المصنف ومن الهجن التي كانت مصنفه ومرشحه ايضا. نعم. لخوض المنافسه على هذا الشوط. مبارك، من الناحيه الفنيه شاهدنا عمل سواء من المضمر الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني، يمكن اللي كان عليه الضغط أكبر باعتبار حامل اللقب في مهرجان المؤسس ويمتلك رشيدة وكلثم بعد غياب الميهولة وانتقالها من عزبة الشيخ جوعان إلى عزبة هجن الشحانية. هذه نقطة. النقطة الثانية، هجن الشحانية تعمل على إنهاء سيطرة هجن الشقب على هذا الشوط، دفعت بأكثر من اسم شاهدنا يتصدر المشهد، وربما شاهدنا صراع مبكر على افتكاك الصدارة من كلا الشعارين. وش نتقدم بالتهنى والناموس إلى مؤسسة هجن الشقب، كذلك مضمر سعيد بن عبد الهادي الشهواني. احنا شفنا اليوم ابو محمد هجن الشقب مسجلها مدخلها باربع اسامي، لكن ما قدرت انها تشتغل على الشوط بحكم ان رشيدة وكلثم قامن في مقدمة الشوط من بداية الانطلاقة. وشفنا في نص المسافة وبعد نص المسافة تأخرت كلثم واستلمت رشيدة ومعها طرب وابعدا من الشوط انفردا انفراد، حتى احنا قلنا الشوط خلاص بين الثنتين، اللي عندها مخزون اقوى وتصبر على الاوامر ضرب لالي توقع هي اللي بتحسم الشوط، الا ان كلثم عقب ما اصدر عليه الاوامر عقب ما انفردت اللي هي رشيده وطرب
قلصت الفارق بسرعة واستطاعت أنها تحرز المركز الثاني، إلا أن رشيدة اليوم فاجأت الجميع، هو مو مفاجأة منها، هي صاحبة رمز العام الماضي في مهرجان المؤسس ومركز الثالث على رمز مهرجان المؤسس الموسم هذا. لكن اليوم شفنا رشيدة مستوى فوق مجنونة، تركض اليوم فوق مستوى كلثم اليوم على مثل ما قالوا تبي الركض، فنهنيهم الناموس. وكذلك جن الشحانية شفنا طرب عدة أداء طيب وقاتلت ليلة الأمتار الأخيرة، إلا أن رشيدة وكلثم اليوم كانوا هم أقوى بهذا الشوط. نعم. طرب وين كان موقعها في الشوط سالم؟ هل كانت من الهجي اللي قامت من البداية؟ لا الحقت طرب يمكن شفناها في بعد منتصف المسافة، شفناها الحقت طال عمرك بعد 3 كيلو ظهرت في المشهد اللي هي طرب. هيمنة اللي شفناها من بداية الشوط كانت مع جابر مساء من فاران، هيمنة كانت مقدمة الشوط، عقب تغيرت المراكز طبعا بسبب وجود كلثم ورشيدة في المقدمة، عجيبة تقدمت عجيبة في الهجة الشحانية ونافست في المقدمة، وبعدين استلمت زمام الأمور اللي طرب. أتوقع اليوم شغل هجر الشحانية كان ثقل هجر الشحانية والشغل على الشوط الهدف منه أنه كان بحضور اليوم. لكن حضور نتمنى لها السلامة إن شاء الله حسب المعلومات اللي وصلتنا أنها الناقة دعمت في بداية الشوط وجاتها إصابة، وحتى ما قالوا لها شيء يوم شافوا الناقة ضالع خلوها. فهذه المطية اللي احنا شوف على هذا المشهد في بعض الهجن يغار على السبق. صحيح. نعم. طرب اليوم يعني هجن الشحانية شافوا خلاص ان طرب اللي موجودة حاولوا انهم يحاولون انهم يسبقون رشيدة، لكن رشيدة كانت اليوم في يومها. اتفق مع الشباب ان يمكن كانت اليوم مهي في 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 يومها، يمكن عليها خلة بسيط، ولكن ناقة أدت حساب لها تقليص الفارق، أدت الناقة وجات ثاني. العكس صار عندنا في المؤسس، أدت كلثم مع الميهولة ورشيدة كانت مو في يومها. اليوم العكس، رشيدة كانت يومها وكلثم وحضور ما كانت يومها. وهذا اللي يتمناه كل مضمر أنه يكون عنده في العزبة بدائل وفي الشوط الواحد أكثر من بديل قريب من مستوى النجم عندي، يعني كل هذه أسماء نجوم. صحيح. رشيدة حنا نذكرها العام الماضي صاحبة رمز ومن المقاتلات، حتى يمكن في مهرجان المؤسس رشحناها وغابت في مهرجان المؤسس، ظهرت كلثم والميهولة وجات الطيارة الطيارة جات في المركز الثالث. لكن اليوم رشيدة تبغى الشوط، الناقة من قامت من من نعم. من ستارت وهي ناوية الشوط تبغيه في المقدمة، قامت في المقدمة تخالفت عليها الهجن، لكن الناقة من النوعية اللي تكلمنا عنها البارح قلنا في نوعية من الحلال حتى لو قام في مقدمة الشوط أي كرت بتحرق عليها على المطية ذي مو من صالح الشوط. صح. لأن الناقة بتبعد وعندها احتياط، وهذا اللي صار اليوم مع رشيدة. نعم. منافسة كانت قوية جدا بين الهجن، أيضا منافسة تكتيكية بين المضمرين، الكل لعب بأوراقه، الكل حاول أنه يضغط على الشوط، وهذا ما شاهدناه من بداية الشوط يمكن إلى نهايته. لم يبقى أمام هجن الشحاني بعد تعرض حضور لإصابة إلا المراهنة على ورقة طرب. طرب ما قصرت، نافست، ولكن فيه مشهد يمكن شافوه المشاهدين قبل شوي، هو العوازل اللي أوجدتها رشيدة على طرب. في بعض الهجن يغار على السبق، شاهدناها تحاول طرب أن تخترق الصف الأمامي، ولكن كانت رشيدة حصن منيع وكانت تحاول إعاقتها من خلال يمكن مضايقتها في المسار. الله يبارك فيها. رشيدة من أصعب الجذاع اللي شفنا مستواها، ومثل ما تكرمت انت دائما الحركه اللي سوتها الليله مع طرب مهي باول مره نشوفها، حتى في العام شن اللي قال كانت تسويها اللي هي رشيده. اي نعم. ناقه تهد على الدلو اللي في جنبها، يعني قد ما تقدر تمنعها من التجاوز تمنعها. وكذلك شفنا اداء كلثم اللي اتفقنا انها اليوم مو بيومها، ودت اداء طيب وحلت المركز الثاني. صحيح. فكلثم ورشيده الليله علامه فارغه، والله يبارك فيها إن شاء الله. ومن أصعب الجذاع اللي شفنا مستواه. نعم.
احنا نبي ننتقل للشوط الثاني، ولكن قبل ما انتقل للشوط الثاني، مثل المشهد اللي شاهدناه اليوم مع رشيدة، هذا المشهد كان في سنوات خوالي ماضية مع العفريت، ناقة سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني اللي مع المضمر طيب الذكر المسي عليه بالخير سعد بن عبد الله بن سند المسيفري، كان هذا طبع العفريت بعد ما تخلي المطية تتجاوزها، فيها غيرة على السوق أعتقد، وفي بعض مطايا بعد. حتى العفريت الصغير العام أو العام الأول عملت هذه الحركة وسكرت على، أعتقد لما كانت حقه سكرت على البكر اللي تحاول، في بعض الهجن عندها عندها غيرة وعندها شراسة. صحيح، بس سعد في ناقة ما مرت عليها الأمور دي، ناقة واحدة بس، ناقة واحدة مرت وراحت الله يحفظها إن شاء الله، حتى لو جات المطية تبغى تسكر ما تسكر عليه. صحيح، ما يحتاج تقول اسمها، عرفتها. لكن هذا أيضا يحسب المطية، هذه كل الكلام فيها زين، هذه حاولت المطية تسكر عليها من جميع النواحي ما قدرت عليه. صدقت، لكن كميزة هذه أيضا الناقة تعطيها أفضلية، تحاول إحساس عندها على السبق. نعم، هي يمكن تستطيع ولا ما تستطيع، الناقة قوي يمكن، لكن شوف العقلية اللي عندها اللي تخليها، سبحان الله، شجاعة وفتنة فيها، ما تبغي أحد يتجاوزها بالفطرة. نعم. أبو محمد اليوم كأداء وكتكتيك استمتعنا فعلا، سواء من هجن الشحانية أو هجن الشقب. هجن الشحانية عملوا على الواقع الموجود معهم، ما كان أمامهم إلا ورقة طرب، وبعد ما تفاجئوا في عدم حضور حاولوا يقدمون الموجود، وهذا ما كان، وفعلا التفوق لازال لهجن الشقب في المهرجان. مهرجان الوالد ايضا بن البكار بعد بنشهد معركه اخرى، نتمنى ان شاء الله حن كمتابعين ومراقبين يعجبنا هذا التنافس بين كل المؤسسات. صحيح. اذا ننتقل للشوط الثاني، شوط الجداع القعدان، وفي هذا الشوط أيضا حضر شعار هجن الشقب ليواصل تألقه في حصد رموز الأشواط المفتوحة، هذه المرة مع مبلش الذي كسر حاجز التسع دقائق كاسرا توقيت الشوط الأول للبكار. نزف التهنئة لسعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة الثاني على حصول مبلش على الخنجر الذهبي، كما نهنئ المضمر سعيد بن عبد الهادي الشهواني على فوز مبلش بالخنجر، وكذلك أيضا مزيان اللي جاء في المركز الثالث لهجن الشقب مع الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني، وأيضا كاسر التسع دقائق، بينما كان مركز الوصافة مع ختال لهجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فاران المري، وأيضا التسع مكسورة. فهد، أنت الوحيد اللي رشحت مبلش. نعم. مبلش اليوم أدى. نعم. كان علامة فارقة، وكلمنا عن مبلش وعن المعلومات اللي كانت عندك من البارحة عن هذا القعود. أبو محمد، شفنا الشوط، مبلش صاحب هذا الشوط مهرجان المؤسس. مبلش من أشرس القعدان اللي شفناها في أشواط الرموز، يعتبر يصنف من أشرسها في هذا الموسم اللي شفناه، أداء استثنائي. نهاية القعود واحتياطيه ومخزونه في مهرجان المؤسس اللي شفناه منه، توقعنا انه يكون صعب، وتوقعوا الاخوان انه اصعب قعود بيكون معه في الشوط، او المرشح اللي هو ختال صاحب الرمز العام في هذا المهرجان اللي الان نشوفه في مقدمة الشوط، وهذا مبلش على المركز الثاني. المركز الثاني. نعم. نعم، لكن انا اتوقع كمتابعتي للشوط انه كان عنصر المفاجأة حاضر. المضمر سعيد عبد الهادي الشهواني أصدر الأوامر على مبلش من بعيد، ثقته في مبلش ويعرف مخزونه واحتياطيه بنشوفه الآن. احنا عند يعني باقي أكثر من 800 متر على الشوط، باقي 800 متر على النهاية، أعتقد بدأت تدخل كيلو، أصدرت عليه الأوامر من هو وختال قدامه، ختال ما أصدرت عليه التعليمات، فسعيد أصدر التعليمات من بعيد، هذا الجر يسمونه جر الشوط من بعيد، ثقته في مخزون واحتياطي مبلش، فما كان عارف ان قوه ختال، فما كان عند مضمر ختال الا انه يصدر عليه التعليمات في نفس الوقت عشان ما يبعد مبلش عنه. نعم. الان تقريبا المشاهد ما يدري وين بيكون الخنجر. نعم، كلهم سبق، كلهم من المصنفات هذا طال عمرك، لكن انا اتوقع ان سعيد بن هادي استغل عنصر المفاجاه. صح. وجر الشوط من بعيد، ما نقول عنصر المفاجاه، عنصر المباغته، المباغته، لكن نشوف مبلش أرهع شوط يوم تقدم مفاجأة بعد، حنا أخطينا عليك صح، كلها مفاجأة. لكن نشوف مبلش أرهع على الشوط، وثقة مضمر مبلش في مخزونه واحتياطيه، وكذلك ختال بيعود وبيصر أنه ينتزع المركز الأول، لكن احتياط مبلش ومخزونه
كان الغالب في هذا الموضوع. ومثل ما ذكرنا أمس أنها احنا توقعنا ختال يلحق في الأمتار الأخيرة، لكن ختال من نص المسافة شفناها استلم. مزيان اللي حل المركز الثالث، احنا أمس تكلمنا في ماستجن الشقب دخوله في شوط القدام المفتوح، الاسمين يراهن عليهم مضمر هجن الشقب لانتزاع الرمز اللي هي مبلش ومزيان. مزيان ومبلش كلها اسماء قوية. نعم. أبو ذيب الشوط هذا الثلاثة الأوائل كلها كسرت التسع، كسرت التسع قامها قوة القعدان. واللي يحسب لسعيد بن عبد الهادي أنه عارف أن مخزوم مبلش وعارف أن قوة ختال، عارف أن مخزوم مبلش وقوة ختال. معجبك لك الجديد يا سعد، كاميراتكم الليله يا نهاد زين العرب ولا فيها؟ لا 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 هذه هذه الحقيقه الغايبه. نعم كاميرا فيها شيء يوم نقول لك نرجع من اللوكات الى مبلش وختال. سلام. مبلش طال عمرك عارف ان قوه مبلش راعيه وعارف ان قوه ختال. ختال في الامتار الاخيره من القعدان المنافسه الخطره. اللي يحسب لسعيد عبد الهادي هذه ثقته في قعوده ومعرفته في الخصم، ان القعود اللي مع قعوده مو بقعود عادي، يمكن لو يقعد هو اياه يتبارون لين يدخلون في ال 500 او في ال 400 ويبدون الاوامر او التحفظ انهم هم من صالحه. انت قلت لك كلمه يوم جر هذه الحلقه، قلت هذا جر، هذا جر، هذا الرجال جر الشوط من بعيد. لانه هو درى ان من غير قصور في الحلال اللي وراء ما عنده الا ختال، ما نبقى وختال ما نبقى قاعد، ان هو وامل اني اقعد انا وياه الى الامتار الاخيره وحنا في تحفظ. لا بجر وخل ختال يجر معي. وهذه ثقته في مبلش شرس الامتار الاخيره وختال كذلك. فجر الشوط والمبادرة بالأوامر كانت من صالح مبلش وراعي مبلش. بعدين فيه عنصر ثالث أيضا موجود بجانب ما ذكر الأخوان اللي هو مزيان كمساند للصف. لو تعرض يقر الشوط لصالح لأن عنده قعودين وهجن شحاني عندهم قعود، جر الشوط وكان ذكى منه. لو تعرض القعود هذا لمضايق أو نوعا ما، القعود اللي هو مزيان كصف احتياط موجود ويمكن يلحق، وحاول ان يصل وقلص الفارق واحتل المركز الثالث. كانت محاولته ناجحه فعلا، جر الشوط بعيد وانهاها، ولو ما انهاها مبلش الصف الثاني موجود. عندي ملاحظه بحية. على بس نعم. على الركض هذا نعم. نهني اول شيء هني هجر الشقب وسعيد بن هادي ونقول تسهلنا ومس المفتوح. لو لاحظنا ركض ختال، انا اقول مطيه ما دخلت معارك رموز وجاها شغل وضغط، جاهزية ختال مهي بالمية في المية. القعود هذا شفناه من المركاض العام ونعرف مستواه. القعود هذا من القعدان اللي صعب شيء يطوفها أو شيء يتعداه. أنا أتكلم بأمانة، لو لاحظنا ركض العام القعود السنة هذه يسبق بريحية، ما أتوقع أنه ما جاء ضغط. وحتى لو قلنا عن الكلفة منها حافزة وأنها يمكن ما أدت، هو بعد حافز والقعود مبين عليه بعد أنه منها. فأنا أقول ختال من أقوى القعدان عند هجر الشحانية، واليوم أدى أداء قوي على أن المطايف الثانية ما أدت بنفس مستواه، لكن هذا اللي يرفع الخلة. يعني أنت تتوقع أن عند ختال مستوى أفضل من هذا المستوى؟ عنده مستوى عنده أكثر من مستوى هذا. العام شفنا طال عمرك له منافسة مع قعود يمكن الكل يشيد به اللي هو عفريل، وكان طال عمرك من الكيلو الأخير اثنين إلى البودرة لين وصلت النهاية. فختال ماذا مستواه اللي احنا نعرفه؟ أتوقع يمكن عندها قلة جهوز ولا شيء. هذا ما يعني ما نستهين في فوز مبلش سبوق وماخذ الرمز المؤسس ومن أشرس القعدان. يعني هذا الرمز الثاني المبلش، إيه الرمز الثاني مبلش من القعدان القوى، لكن ختال كمستوى ما شفنا مستواه العام اللي الحين ما شفنا. محمد يعلم مساير، انا اشوف مساير الشوط الاول مفتوح بكار والشوط الاول قعدان تقريبا نفس السياسه. الشوط بكار جر رشيده ولحق كلثم، كانت كلثم يحسب لها تخليص الفارق، ملاحظه في مكانها. نعم كان يحسب لها تخليص الفارق. صح. الحين شفنا حرك مبلش ولحق مزيان، لكن لحوق مزيان ما اسعفه الحظ انه يوصل للمركز الثاني، المركز الثاني او انه يتجاوز المركز الاول ويوصل مع مبلش. صح. هذا شفناها اليوم في سعيد بن هادي في مسايره، انه جر الشوط اليوم كله جر من بعيد. صحيح. هذا يحسب له ثقته في نضيف بعد نقطه ثانيه في قعود اليوم في الشوط، بعد يمكن ما كما ظهر مستواه له السد.
السد. السد نعم. اليوم السد اليوم الظاهر ما رقم حتى في الخمس ولا لا؟ خامس يمكن. لا السد ما ظهر مستوى بعد عند هجير الشحانية. المستوى اللي احنا نعرفه من السد ما ظهر مستوى. ما ظهر ما دخل في الخمس السد ولا لا؟ خامس اعتقد. خامس؟ خامس. هو القعود ترى من حسب المعلومات انه بعد اضلاع توه صاحي من اضلاع. نعم. ولا عنده اشتراكات. عموما احنا نتكلم على ان كل الهجن اللي تشارك في شوط الرمز كلها اسماء قويه وكلها اسماء الترشح لها فعال. والله ان كل ما انطلق شوط من اشواط الرموز ان نذكر الله على هذه على هذه نعم. الاسماء وهذا الحلال النقوه اللي يتمناه الرجال انه يشوفه ويتمنى ايضا انه يكون في عزبته. نتمنى التوفيق للجميع. محمد شراي سنوات ان شاء الله. صحيح نشترى سنوات مثل ما يقول ابو نواف وتراكم سلالات. فنتمنى التوفيق للجميع مرة أخرى. نهنئ هجن الشقب على سيطرتهم على الأشواط المفتوحة في مهرجان سيدي الأمير الوالد، مواصلة هذه السلسلة من الانتصارات. كان أيضا يقف على هذه الانتصارات ويتابع المضمر الهاد سعيد بن عبد الهادي الشهواني المضمر الهاد ماذا قال بعد هذين الإنجازين الغاليين. سعيد بن عبد الهادي المضمر اللي غير هادي بسميك الليلة غير هادي أبدا، رمزين مفتوحة لهجن الشقب تستاهل وألف مبروك هذا الفوز. وانت الليلة غير هادي يا أبو هادي. مساء الخير الله يرحم والديك. نعم تتفق مع اللي يقولون المضمر الهادي الليلة غير هادي في أشواط الرمز؟ وأنا هادي الحمد لله رب العالمين، هاي هداية من رب العالمين. نعم سعيد حضرت تحضير ممتاز وتكرر السيناريو في مهرجان المؤسس، انت صاحب الشوطين المفتوحة والليلة تعيد وتحافظ على الرموز الذهبية الأشواط مفتوحة. الحمد لله رب العالمين، مطايا سبق وتوفيق من رب العالمين والله جملها اليوم. نعم لو تحدثنا عن التكتيك والتخطيط للشوط المفتوح البكار كيف استعديت؟ والله ما في تخطيط، انا عندي كلثم ضاربها اصباب وقلت بركضها وتاخرت شوي ودفيت اختها والحمد لله الله جملنا اليوم رشيده اليوم. نعم وش سلاله رشيده؟ والله رشيده اظنت ان ابوها الخروف. نعم. مشرايه من عمان هي شريها الشيخ احمد بن جاسم. وصفتها كلثم؟ كلثم ابوها براق المكسور. ومشاركات البكارة الثنتين هذه بداية الرشيدة قبل الرمز الإنجازات. رشيدة تسبق عندك أول الصفري، من أول الصفري هي تسبق عندك هنا. لكن ذا شواطر الرموز؟ لا ركض المؤسس ركضها مو بزين جات رابعي. وكلثم وصفتها؟ وصفة الميهولة مرتين. وصفة الميهولة مرتين، لا مرة واحدة. العام ميهولة وصفة كلثم. نعم ما شاء الله تبارك الله. كيف تابعت الشوط البكار المفتوح ليلة وكيف تابعت مسار الهجن فيه؟ والله مسار الشوط اليوم عقب ما قطعت لي 3 كيلو ضمنت السوق مع الله. بعد 3 كيلو كان في هواء الليلة؟ في هواء بس هن الله يبارك فيهن روحن يبي المروح، خاصة الرشيدة عقب ما تعدت 3 روحت وعند 2 روحت الناقة. كلثم تأخرت شوي ولا رشيدة اللي تأخرت؟ كلثم مريض ضاربها صباب والله بغيت أردها. نعم اي والله ضاربها صباب وقلت خلها تروح مع أختها. نعم وكذلك مبلش سلالته؟ مبلش والله ما عارف سلالته، يقولون لنا على مبلش العود والعلم عند الله. مشاركاته صاحب الخنجر؟ هو صاحب الخنجر المؤسس والعام ضالع. العام ركضته بس في الختام القطر مع عفرين استخدمته دفاع. نعم الليله شاهدناك دفعت مبلش من وقت ابو بكر يمكن بعد الكيلومتر الاخير ومزيان كان على المركز الثالث، هل هذا تخطيط في حاله استنزاف المنافس ان مزيان يلحق ولا كنت انت مخطط بمبلش ان ياخذ؟ لا والله ما دفيته عشان مزيان لان مبلش عنده سد وجريته من بعيد. نعم وانت عارف انه مو بعاجز؟ لا مو بعاجز الحمد لله رب. سعيد بن عبد الهادي الشهواني هل في مفاجات اخرى لهجن الشقب بعد فوز الجدع؟ والله عندي ثنايا زينه ان شاء الله. هل نتيجة الجذاع ممكن أن تنطبق أو تلغي بضلعها على سن الثنايا توقع؟ العلم عند الله، هذا ليك بروحنا وذولي بروحنا والحلال كلهن قبلتهن وحدة. إذن ألف ألف مبروك لهجن الشقب وإلى داعم هذا الشعار سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة الثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، وأيضا شكرا للمضمر الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني. ويأكد ما ذكرت أبو ذيب يقول نعم. البكرة نعم. كلثم ضاربها أصباب يقول كان بيردها قبل حنا من يوم شفناها. شف معي فهد قلت يا ولد الناقة اليوم مهي بصحة نعم. الناقة بين واضح نعم. من تابع الركض بيعرف الناقة بين على أنها منهارة ورأيت الركض ما تنهار الانهيار ذا نعم. كله نعم. ومبلش على مبلش الهرش واعتقد انها ما هو بعتقد الا ظاهر من عزبه حمد بن جلال البريدي خبير سلاله مبلش في ميدان التحدي مالك زود. اليوم انا تابع السباق انا ورجال
قلت له رشيدة اليوم تعبانة، قال لا، قال بتجيك، وفعلا كلامه طلع صحيح. اليوم حقت وجت ثانيه. اليوم رشيده كلثم رشيده اليوم نقول عنها لا كلثم، نتكلم عن كلثم، احنا نتكلم بعد عن رشيده، نقول مجنونه تركض اليوم. اي ما شاء الله، اليوم مجنونه تركض، اللهم صل على النبي. ما شاء الله. اذا مشاهدينا الكرام، نذهب بكم الان الى فاصل قصير، نعود من بعده لمواصله الحديث عن اشواط العمانيات وبعده عن اشواط الانتاج. كونوا معنا. يا مرحبا ومسهلا مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم بعد هذه الوقفة القصيرة لنواصل الحديث عن الأشواط الرئيسية. الشوط القادم هو الشوط الثالث في ترتيب أشواط الرموز، وهو شوط الجذاع البكار العمانيات، وهو شوط التوقيت الأفضل، حيث حضرت شفوف لتؤكد مرة أخرى للجميع على أنها صاحبة الأرقام المميزة في مشاركاتها، تهدي هذا الانتصار وهذا الفوز إلى هجن الشحانية، لهم من التهنية على هذا الانتصار الكبير الذي تسجل مع شفوف وتسجل شفوف، خامس رمز لها في مسيرتها، رغم أن المسيرة ما زالت مبكرة في سن الجذاع، ولكن شفوف تنتزع في هذا اليوم الرمز الخامس لها. نهنئ هجن الشحانية مرة أخرى، كما نزف التهنية للمضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، المركز الثاني سلمى مع هجن الشقب بقيادة سالم المضمر سالم بن جبران المري، والمركز الثالث عروض لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني بقيادة المضمر محمد بن مخيت بن برقان بن مقارح، والثلاث الأسماء أيضا أبو نواف كسرت حاجز التسع دقائق. فعلا أبو محمد هذا الشوط أيضا شوط ممتع، شوط قوي، أعداد الهجن موجودة، أعداد أيضا لا بأس بها، التخطيط كان موجود على طول المسافة، تغيير الأسماء في كل لحظة بين اسم واسم. أول المبادرين كان هجن الشحانية بالدفع بغند مع جابر بن سالم فاران للتمسك بزمام الشوط، تقريبا يعول على ثنتين في هذا الشوط الطيارة وشفوف، وشوفوا اليوم أثبتت أنها من أقوى الأسماء الموجودة. شفوف وصلت بعد الانعطاف الأخير، يمكن مع الكيلو النصف الأخير أو كيلوين، وبدأت تمسك بزمام الشوط بدون هوادة. الملاحقة سلمى اللي وصفناها في سباق المؤسس أنها دائما لا تغيب عن المثلث الذهبي في أشواط الرموز، لا زالت مواصلة هذا التألق، واليوم احتلت المركز الثاني، وهي إحدى المقاتلات اللي لدى هجن الشقب بقيادة سالم بن جابر بن جبران. ذكرها اليوم شهدنا لها أكثر من غارة، تحاول أنها تنهي، تأخر في الأمتار الأخيرة، أخرت أكثر من مرة بعد وصول عروض، ولكنها عادت مرة ثانية وقاتلت واحتلت المركز الثاني. أقوى الأبكار رغم وصول الطيارة الآن اللي المرشح الأولى في الشوط، إلا أنها ما كانت يمكن في يومها، استمرت شفوف في التقدم، وكان يمكن عند شبل النية بين تكون المركز الأول والثاني تحت سيطرة شفوف الطيارة، لكن الطيارة مظهرت بالمظهر المعول عليها وبالخطة المرسومة لها. عروض اليوم أيضا قدمت عرض جميل بشعار الشيخ، قدمت عروض جميلة نعم للشيخ عبد العزيز، نقول للناموس أيضا، وبن برقان ما قصر. شوف سلمى اللي رجعت ورد سلمى دائما نقول شرسة فعلا، الآن أخرت من الأبكار وقبل خط النهاية كرت كرة أخيرة، والكرة حصلت عليها على المركز الثاني. أصعب الأسماء شفوف، تواصل تؤلقها وتنهي هذا الشوط، وأعتقد أنها شفوف في طريقة أيضا لتسجيل توقيتات رائعة في كل مهرجان ناموس هجن الشحانية، وللشبل جابر بن سالم، ولكل من يقف خلف هذا الإنجاز نقولهم بيض الله وجوهكم. وشفوف من الأسماء الكبيرة اللي يمكن نراها في الأشواط المفتوحة. نعم ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني نذكر الله على شفوف وأيضا على سلمى. صحيح. سلمى يعني مقاتلة في كل رمز، ثاني ثالث ثاني. واليوم يا أبو مثلع رجعت الناقة، انفهقت ورا وترى دعمت في عروض، انفهقت ورا
وعودت وقلصت الفارق بعد ودعمت في الامتار في الامتار الاخيره الامتار نعم. اللي على امتار الحسم نعم صحيح رجوع 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 مفاجئ ولحوق مفاجئ اليوم نعم. المركز الثاني اغلب اغلب نعم. ثاني مفاجئ. ثالث نعم. نعم احنا نتكلم على الهجن ابو حمد ونقول في بعض الهجن تذكرك بالهجن الاوليه الشكل والهيبه في شوف شفوف من الهجن اللي تمتلك كاريزما تمتلك شخصيه شكلها من شكل ندار الهجن شوف الله يبارك فيها عون ولون ما شاء الله وشفناها في العام الماضي حصلت على الرموز الثلاثه كلها في الثلاث مهرجانات والسنه هذه ما شفناها في مهرجان المؤسس بالمستوى المطلوب يمكن الناقه تعرضت الى اصابه او ان كان تجهيزها متاخر حتى يوم شفنا اسمها في الكشف ما رشحناها على ان السنه ما شفناها في المستوى المطلوب لكن شفوف اليوم عادت بقوه ومستواها المطلوب العام في مهرجان المؤسسة أفضل توقيت مهرجان الأمير الوالد أفضل توقيت مهرجان سيدي سمو الأمير أفضل توقيت ما شاء الله دائما تأخذ الرمز وتسجل أفضل توقيت ما شاء الله البكرة هذه الله يبارك فيها نادرة ولا تبي خدمة وتخدم نفسها بنفسها في الشوط تقوم في المراكز المتقدمة تقريبا المركز الثالث ونهايتها قوية كل ما طلب منها الأوامر كل ما انهت نهاية قوية فنهنيهم الناموس وشفوف من الأسماء الصعبة حتى لو يوديها مثلا الشوط المفتوح راح تسبب ضغط في الشوط لكن شفناها اليوم في شوط العمانيات فنتمنى لهم التوفيق ومن امام الى امام ان شاء الله. محمد بس مقطعك عامل بخير. شفوف من الهجن تفضلوا الاخوان الهجن مصنفه للرموز يعني مسيرتها حافله بالرموز وتوقيتها خير دليل شفناها وقتالها في الشوط. شفوف سلالتها من الهجن تنحدر سلالتهم صحان. محمد صالح من قمره وامها من تاج الشراب هي انتاج الشراب ما شاء الله واختها من امها ماخذه السياره امس في تسعيره الحقائق في اشواط الانتاج اسمها شفوف ما شاء الله يوم سالنا من الاسم اللي طلعت اختها من الام نهني محمد الشراب على هذا الانتاج الطيب شفوف الثانيه وين هي؟ موجوده ماخذه سياره امس لا راحت شرف ولا ما شرف سن الحقائق في سن الحقائق لكن ما عندي خبر كان انتقد شفناها في الرحمن شفناها في الصوره شفوف الاولى وشفوف الثانيه ما شاء الله فنهني على هذا الانتاج الطيب يستاهل انتاج الشراب نعم انتاج الشراب ما شاء الله شفوف ماخذ الرمز من مع الانتاج عند الشراب نعم ما شاء الله رمزها الاول رمزها الاول نعم صدقتوا ابو محمد هذه البكره أنا ترى لي فترة ترى بحكم الدراسة وبحكم بعض الأشغال ترى غايب عن اللجن لكن أتوقع أن البكرة هذه لها جمهور كبير أنت يا شفوف أكيد صحيح. أكيد والله محمد أنا من الحين سجلني من جمهور محمد يعني نتكلم إحنا على ثلاث فئات عمرية وفي الرصيد خمس رموز أربعة منها في هجن الشيوخ هذه مو بعادية العام الماضي أول شيء نهني هجن الشحانية ونهني جابر بن سالم فاران على فوز شفوف البكرة البارح كنت اتكلم مع ماضي فهد المصالح قلت يا الرابع انا شفوف ما شفت لها انا شفوف شفت اسمها بالكشف وانا ودي اروح مع شفوف ما شفت مستواها اللي انا خابر قالوا قلت ما دام اسمها بالكشف والله ما يترشح عليها مطيه وانا اتكلم جد انت رشحتها لا كنت برشحها بس تعرف المحل السادس والمؤسس ما شفناها دائما بعض المطايه جهه وعكه صحيه ما ادري عن جاهزيتها اليوم ما شاء الله تبارك الله يوم شفنا شفوف في يومها وذكرتنا طال عمرك بالثلاث رموز العام الماضي وافضل توقيت صحيح هي دائما العام الماضي غيرها تاخذ الرمز افضل توقيت معها صحيح في اليوم شفناها اليوم وانا متوقع ان شاء الله في مهرجان سمو الامير كل الاخوان المحللين يرشحونها كنت اروح بعد في المفتوح لانها ناقه نادره مصنفه المفتوح اللي المفتوح تكلمنا عنها ابو متلع قلنا في بعض المطايا إذا راحت في المقدمة صعب إنك تسيطر عليها صعب إنك تسيطر عليها تقصد إنك إلى دفعت عليها راحت وراها إيه مو مصالح الشوط في حلال يمكن لو ضغطت عليه يطيح لكن فيه ندر يجن مثل رشيدة مثل شفوف مثل مطايا كثيرة مرت علينا حقة الشر لا اسمه ذا عوايد أمس ومثل عوايد أمس بعد عوايد بن ديلة بعض الحلال مهم من صالح الشوط انك تشتغل عليه حاول انك تخليها قريب منك صحيح وشفوف ان غدت قريب منك ولا اشتغلت عليها صعب سبكها نعم اذا ننتقل للشوط الرابع وهو شوط الجداع القعدان العمانيات كفو على اسمه
كان كفوا لهذه المنافسة، استطاع أن يهدي الشحانية الرمز الثاني على التوالي. نهن هجن الشحانية على حصول كفو على الخنجر الذهبي، وأيضا على حصول سيلين أخوه في المركز الثاني، وكفو سيلين الاثنين عند المضمر الشبل جابر بن سالم بن فران. نقول لك تستاهل يا الشبل هذا الفوز، فوز كفو بالخنجر وفوز سيلين بوصافة أخوه كفو. السليمي جاء في المركز الثالث أيضا لهجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية. صالح، شاهدنا منافسة يمكن أقول لك أحادية على مستوى المضمر جابر بن سالم بن فران المري، عنده كفو وعنده سيلين، كان سيلين قريب لكن كفو فرض سيطرته وتغلب على أخوه سيلين. تقدم التهنئة الناموس لمؤسسة هجن الشحانية، كذلك للمضمر جابر بن سالم فران على حصول كفو على الرمز، وكفو هو كفو للشوط هذا وصاحب رمز. شفنا المنافسة القوية بين القعدان كفو وكذلك السليمي صايب، هذا صايب وصايب، والسليمي بيكون بعد بيدخل في المشهد. نعم. السليمي هذا الثالث. نعم. لكن قدرة احتياط كفو وصملته في الشوط استطاع انه يحسم الشوط لمصلحته، مع انه ما كان في جهوزه التام، لان اغلب ممكن ما رشحه الا اخونا راشد القعود الله يبارك فيه، مع ذلك قدر انه ياخذ الرمز ونشوف الاحتياط اللي عنده الكبير. القعدان الاثنين لا سيلين ولا سليمي ادت اداء طيب، ما قصرت، لكن كفو قدر انه يحسم الشوط لمصلحته. نعم، اذا فهد عندك كفو وسيلين، اقدر اقول لك بان المستوى واحد، ولكن في نهايه الامر الرمز لاسم واحد وكفو هو اللي كان كفو لهذا الشوط، دون ان نقلل من مستوى سيرين، كلهم في مستوى واحد ما شاء الله. نعم محمد، الشوط فيه قله من الاسماء لكن قوه في الشوط من نخبه الهجن الموجوده فيه، كل اسم كان في الشوط كان كفيل بانتزاع الرمز، لانها السليمي بعد كذلك صاحب الرمز في مهرجان المؤسس، فالترشيح كان ضايع في هذا الشوط، كفو صاحب رموز، سيلين وصيف رموز وله منافسات شرسة في شوط رموز، السليمي صاحب رمز مهرجان المؤسس، فكان الترشيح صعب لين تجاوز كفو، وشفنا لين الامتار الأخيرة ما ندري السبق يكون بين كفو أو سيلين، فكلها هجن قعدان قوية والترشح، ونهني مؤسسة هجن الشحانية والقائمين عليها والمضمر جابر بن سالم بن فران على هذا التألق انتزاع الرمز ووصافة الرمز، و حتى المهرجان القادم إلين اليوم ما ندري، كلها هجن مصنفة، لا الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا بعض الأسماء اللي ما كانت المشهد اليوم. نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق ونشوفهم إن شاء الله في مهرجان الأمير الوالد. أعتقد عصاته ما دارت أبو محمد، قعودة ما دارت عليه تعليمات طوال المسار، وصل بدون أوامر اللي هو كفو. نعم. ما شاء الله. إذن اسمين كبيرين، كفو وسيلين، ومثل ما يقول بنواف بأن كفو فوز تلقائي في هذا الشوط. نهنئ مرة أخرى هجن الشحانية والمضمر الشبل جابر بن سالم بن فران المري. الشوط القادم هو واحد من الأشواط أيضا اللي تابعها الجمهور بكل ترقب بكل شغف بكل حب، حضرت الصغيرة وحضر معاها التاريخ، يذكرنا بالفايز، يذكرنا بالجزيرة، يذكرنا بالأسماء الأسطورية أبو ذيب، يذكرنا بالأسامي اللي العملاقة. نعم، نهن هجن الشحانية ونهن سيدي أمير البلاد المفدى على فوز الصغيرة، وكل من هو قائم على هذه العزبة، نهن المضمر الذهبي سالم بن فاران المري من قاد الصغيرة. هو الصغيرة 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 ولا الصغيرة كلها ظنها. نعم. المركز الثاني سبع لهجن الشحانية مع محمد. نعم. بن خالد العطية، والثالث خطورة أيضا مع هجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية. كيف تابعت الشوط أبو ذيب؟ والله تابعنا طال عمرك شوط المقاتلات المنفردات، اليوم صار مذبحة بين الصغيرة وبين سبع. صحيح. لكن اليوم الصغيرة أثبتت جدارتها في شوطها واحتمت شوطها. احنا من البارحة انت تقول شوط الصغيرة، صحيح، يوم جاء تسألنا عن الترشيح شوط الصغيرة فنتها ان شوط الصغيرة،
واليوم الصغيرة أثبتت بالفعل على أرض الواقع أن الشوط شوطها. صح. سبا اليوم قاتلت أنها تتجاوزها ولا قدرت أنها تتجاوزها. اليوم الصغيرة اللهم صلي على النبي مقاتلة من الدرجة الأولى شرسة، صمدت صمود الجبال مع محاولات سبا على أنها تتجاوزها، وسبا ما قصرت. يعني ضغط الشوط كان يعني ضغط على الصغيرة من قبل سبا، ضغط منقطع النظير صراحة. اليوم شفنا الصغيرة من ما أمروا عليها زادت، من ما أمروا عليها زادت، وسبا كان ضغطها ضغطها قريب، يعني ما هو ضغط بعيد، ضغط ملازم. حاولت محاولات جادة جدا، لكن الصغيرة اليوم اللهم صلي على النبي عيت على شوطها وخذت شوطها بقوة. صح. رغم أن سبا ما قصرت، ما قصرت الناقة هذه، ما قصرت، قاتلت مقاتلة ما هي بعادية. شوف حتى ردت الحين سبا، ردت اليوم عيت تفكها، عيت تفكها، وذيك عيت تخلي لها الهوادة مرة ناي. اليوم الصغيرة مصنفة من رواع الذهب، يعني نقدر نقول بأن هذا شوط الرفض، رفضت أن تستسلم. نعم. سبا نعم. والصغيرة رفضت أن تسلمها الصدارة. يعني اليوم سبا حاولت محاولات جادة، لكن طاحت لها في غبة، لكن طاحت لها في غبة بحر. نعم. ما سلمت الصغيرة. الصغيرة اليوم شوف لوامر لوامر عليها ما طفيفة. ما بردت البكرة. نعم. البكرة على وصلتها سرعتها من الكيلو على سرعتها ونص. ما كيلو ونص والبكرة في على سرعة، كل شوي جاي هوامر. نعم. من لما جت بتجاوزها سبا أمر عليها، من لما جت تجاوزها سبا أمر عليها، يعني ضغط مستمر وما صلى في الجهد. صح. أنا أتوقع أن عندها أكثر. نعم. اليوم على شوف على الهواء جابت تامها، يوم الهواء ما هو بمكان اليوم 9 وثانيتين تامها في مؤسس 9 وثانيتين، مع أن اليوم العوامل لو أن الهواء اليوم راكد كان التام هو بالتام هذا. صح. نعم. نقطة مهمة أشار لها فهد، يقول أن هذه السرعة من عند كيلو ونص، وصعب جدا نمطية تعطيك على الضغط نسق واحد او على رتم واحد في كيلو ونص، بينما يمكن تجد بعض الاحيان في ارتفاع في وتيره السرعه. نعم. مثل ما نعم. يمكن الكيلو ونص السرعه حتى في ال 500 متر مع التعليمات تصعدت. المباشره صعدت من سرعه تبو، وانهت بنفس السرعه البكره. بكره صعب ويحسب لها حساب ابو محمد، وهي تقريبا اسم على مسمى، فعلا صغيره هي بكره، حجمها صغير لكن فعلها كبير. نعم. الله يبارك فيك. كم رمز عندها؟ ثاني رمز. ما شاء الله. لكن إن شاء الله أنها من البكار اللي تبشر الخير. ميزة صغيرة ركضها وأداءها وأسلوبها وعدها في الحجم بعد أصغر من البكار اللي معها. توقع إن شاء الله البكرة ذي في السن الكبير بتكون رقم صعب، مو بفشواط عادية. البكرة هذه محفوظة ما شاء الله عليها. نعم. الله يبارك لهم فيها إن شاء الله. بيتنا دعائمه أعز وأطول. ونشكر مضمرها طال عمرك اللي حافظ عليها. صحيح. بكرة صغيرة في العمر، حافظ على مستواها، حافظ عليها. الحين في رصدها ما شاء الله رمزين، والرموز إن شاء الله جاية إن شاء الله. والخير مقبل إن شاء الله. خير مقبل. إذن مشاهدينا الكرام، ألف مبروك لهجن الشحانية مرة أخرى وللمضمر الذهبي سالم بن فاران المري. دعونا الآن نتابع هذه المقابلة مع المضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، يحدثنا عن فوز شفوف وعن فوز كفو، وأيضا على فوز الصغيرة اليوم بالشلفة الذهبية. المضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران تستاهل فوز شفوف بالشلفة الذهبية وكفو بالخنجر الذهبي للعمانيات القعدان، والصغيرة بالشلفة الذهبية للإنتاج البكار. تهانينا وناموس. مرحبا بك أبو ريك. مرحبا، تستاهل خير. ليلة قوية، شاهدنا منافسة ليلة صعبة ما بين الهجن من الأشواط المفتوحة إلى آخر شوط أشواط الإنتاج. كيف شاهدت المنافسة الليلة؟ منافسة قوية الحمد لله، كل مجتهد وكل مقدم هجن طيبة. أتمنى التوفيق لنا ولأخواننا المشاركين. نعم. أبو سالم، لو تعطينا سلالة شفوف وإنجازاتها. شوف، تأخذ اليوم الرمز الخامس وتنحدر من سلالة مصيحان من قمرة. نعم. وكذلك كفو، كون حدر من سلالة شاهينية محلية. والصغيرة؟ صغيرة تنحدر من سلالة الفائز الهجن الشحانية واخت الجزيرة من الأب والأم. إذن مشاهدينا الكرام، شكرا للشبل جابر بن سالم فاران المري، ونهنيه مرة أخرى على هذا التألق. الشوط السادس وهو الشوط الخاص بالجذاع القعدان الإنتاج كان من نصيب كهرمان الذي نال في ليلة البارحة أعتقد نعم نسبة كبيرة من الترشيحات. نعم. يمكن أغلب المرشحين
المحللين رشحوا كهرمان نهن هجن الشحانية للمرة الرابعة على حصول كهرمان على الخنجر الذهبي، ونهن المضمر المشاغب محمد بن خالد العطية اللي أحكم السيطرة على هذا الشوط. الثلاث المراكز الأولى كانت تحت قيادة المضمر محمد بن خالد العطية، كهرمان في المركز الأول مع الخنجر الذهبي، مبدي أو مبدة في المركز الثاني، ووتين في المركز الثالث، والثلاث أسماء تحت إشراف محمد بن خالد العطية. كيف تابعت هذا الشوط مبارك؟ وأعتقد أنه كان شوط مريح بالنسبة للمشاغب أنك تحقق الثلاث المراكز الأولى، ليس بالأمر السهل. نعم، تقدم بالتهنئة لمؤسسة الشحانية وللمضمر محمد بن خالد العطية على سيطرته على الثلاث مراكز الأولى في مهرجان الأمير الوالد، وكذلك مهرجان المؤسس حصل على الثلاث مراكز الأولى في نفس هذا الشوط. الحين نشوف وتين استلم المقدمة وانفرد، وكان كهرمان في المركز الثاني. كهرمان الله يبارك فيه من قام هو يتكرر في الحلال ما درب الركب، وسبق بدون أوامر وعصاه بطانة ونهايته قوية. وكذلك في المركز الثاني حصل مبدي اللي حصل على المركز الثالث في مهرجان المؤسس. وتين كان حاصل على المركز الثاني، اليوم نشوفها في المركز الثالث. وتين تقريبا في نص المسافة كلمها مضمر محمد بن خالد العطية وخلاها يجر الشوط، وكان في المركز الثالث الحين اللي هو قعود هجن الغرافة اللي هجن المرخية. نشوف الآلي مبشر كان يظرب ويهدي يضرب يفك، ظهر في خلل في الآلي، لكن هجن الشحانية والقعدان اللي تحت إدارة محمد بن خالد العطية كان من أصعب القعدان في هذا الشوط، وتعيد نفس السيناريو اللي في مهرجان المؤسس. نشوف الحين اللي هو وتين في المركز الأول، الحين تقريبا كهرمان تكلموا عليه في السماعة، نشوفها أسرع سرعة قوية وطلب في وتين وأنهى نهاية قوية. لكن الحين نشوف اللي هو مبدي دائما طبيعة ركضه يجيب المراكز المتأخرة واجد، يخر ونهايته وسرعته لين تقريبا خط النهاية. نشوف الحين كهرمان في المركز الثاني، الله يبارك فيه، أداء حلو وشكله حلو، ونصنف هذا القعود إن شاء الله لأشواط حتى تغير إن شاء الله في السنة الجاية في سن الثنايا مع الهجنة المفتوحة. شوف هذا مبدي في المركز الرابع، غير الحين لين المركز الثالث، وكان وتين في المركز الثاني. لكن شوف كهرمان انفرد انفرادة قوية أبعد من القعدان، اعتقد ما اصدرت عليه تعليمات على السماعه، لا ما اصدرت عليه اوامر، لو اصدرت عليه اوامر بيجيب تيم وبيجيب نهايه قويه. نعم، القعود من قام وهو راكد ما درب الركض، فاكيد راح يكون عنده مخزون قوي. فنهني هجن الشحانيه هذا الناموس اللي مو مستغرب عليهم، وكذلك نهني قبل هجن الشحانيه اللي يوم الزبار اللي انتجت مثل هذه القعدان الكوارث، وهو غير مستغرب على ام الزبار ابو وذنان. نعم، ابو وذنان ما اخذ شيء، رمزين واربع سيارات عند نفس المضمر في رصيده، اربع رموز. نعم ما شاء الله. نعم، كهرمان نعم في رصيده أربعة رمزين في سن اللقاء ورمزين في سن الجداء. ما شاء الله، حتى شكلها غزالي بعد يقول، وفي طريق إن شاء الله المزيد بإذن الله. نعم، ما مستغرب على إنتاج أم الزبار اللي تجيب مثل هذه النوعية. وذنان بالذات هذا القعود الله يبارك فيه من القعدان اللي أتوقع لها إن شاء الله الأشواط المفتوحة وأشواط الحساسة. هذا القعود ما شاء الله تبارك الله قعود قوي، وأداءه قوي حتى بعد في بعض الخسار. سالم الصدوانة قبل شوي وحنا طالعين الفاصل قال رتبوا لي لقطة كانت في الشوط، هو لاحظها، يمكن بعض المشاهدين أيضا لاحظوها أثناء مغار الشوط. سالم كلمني على الحادثة اللي صارت في مغار الشوط. شوف القعود اللي خذ رمز كهرمان يربع ويعض القعدان اللي بجنبه، ما هو بناوي المسرح اللي يلعب. يلعب يلعب على القعدان اللي معه، وتوقعت ان القعود انها عنده شيء مو وجع ولا ما شاء الله تبارك الله. يوم كلموه خلى العبث اللي هو يعبث عليه يعض. لو عنده وجع ان كان شانت بصمته ولا قام يعض القعدان، بعض الشباب قام يعض. اي نعم، من في شيء غريب في الشوط، لكن ما شاء الله يوم كلموه القعود عزم القعود وسوى فارغ بينه وبين القعدان بدون اوامر. نعم، في القعود الله يبارك فيه ما شاء الله تبارك اربع رموز وفي سن الجداع ان شاء الله، واتوقع القعود على كبر ان شاء الله يكون له شان كبير ما شاء الله تبارك الله. احنا فريق الاعداد الان يجهز اللقطه اللي تكلم عنها سالم بن محمد السندوانه، وهذه ايضا من الحركات اللي نشوفها في بعض المطايا. بعض المطايا صالح هذا شوط الزمول الكبار، المطايا اللي عندها فتنه، عندها زود او رهاوه في السبق صالح. ما شاء الله تبارك الرحمن،
هذا الشيء غير مستغرب من نوادر مؤسسين الشحانية. الله يبارك هدن سباق وإلى قد الشمق فيها شفنا مثل النوعية هذه وأكثر. فمثل ما ذكر الأخوان وذكر وذيب مطية إلى قدها مستانسة تعطنا على المطية اللي جنبها. كان ذكير بتشوفه إلى قام يعض القاعدين اللي معه، وكانها بكره بتشوفه إلى قامت مثل رشيدة تحد على المطية اللي جنبها ما تخلي شيء يتجاوزها. في الله يبارك نشوفها في نوادر الهجن. صحيح. وفي أكثر من حالة شفناها. شفناها واجد. بعضهم يكمخ. من عرضت على غالبها كمختها. صح. والركاب إذا قده مروحه هو شمقان شفته مرة يتدغف عرقيب إذا الهرشت معه. صحيح. هذه من الشمق. بعضها حتى يتعبك في التفحيم المطايا مثل القعدان ذي. بعضها في التفحيم إذا فحمت مع المطايا الثانية يلحق المطية اللي مصابه يمسك عرقيبه يعضها. صح. مشكله ما تقدر انك تخاطب وتفحم مع اموات. بعضهم ايش يسوي؟ يبطله قدام ويحاول يلحق المطايا وراه ما يخليه يجي ورا المطايا. هذه صعبه من القعدان الصعبه. ما شاء الله تبارك الله. وبعضهم جاي بس رقبته ما عاد يدور لها ولا يعينه. صح. يبي بس يقطع البادره كده خلص. نعم. فهد نتكلم على نوعيه ممتازه من الهجن في سن الجذاع عندنا في ميدان الشحانيه. نعم. يعني بكل أمانة عندنا هجن الشقب تمتلك نوعيات فاخرة، هجن الشحانية كذلك تمتلك نوعيات فاخرة، وذكرنا على سبيل المثال شفوف في رصيدها 5 رموز، كهرمان في رصيدها 4 رموز، نعم. رشيدة في رصيدها يمكن تقريبا رمزين أو 3، نعم. رمزين. كلثم في رصيدها أيضا رمزين، نعم. يعني نوادر هجن عندك، وهذا الشيء يمكن يخلينا نتشوق اكثر نشوفهم في سن الثنايا. لا ما شوف في لحقه خير الله يعطينا وياك عمر الا في مهرجان سيدي سمو الامير. انك بتشوف منافسه الحين الناس يدورون وش مشهد الجذاع من هو عنده، عند رشيده ولا عند كلثم. صح. الحين خلقوا لنا عنصر مفاجاه هجن الشقب برشيده اليوم الصبح لجا المحللين او الناس اللي برا بيقولون وش راح يكون سيناريو شوط المفتوح الجذاع. نعم. وهل شفوف بتروح وهل شفوف بتروح زين. هذه اللقطه بس بنرجع الموضوع. هذه اللقطه اللي يتكلموا عنها شوفوا هذا كارمان بالرقم 6. لا وكل مره كثير اكثر موقف اكثر مره سواها. شوف يمكن يلحق الحين هو على يده ما قال له شيء محمد. لا ما قال له شيء. شوف حتى اللي قدامه القعود اللي قدامه يرب السلامه يروح يتكرر في القاع. شوف شوف اللي الحقه القعود للمركز الرابع اذا مر عليه شو بيسوي به. هو الحين كهرمان رقم 6 نشوفه على الكادر الاسفل المركز الثاني. انا مش قلت المركز كم الثاني اي هو الرقم هذا هو رقم 6 في المركز الثاني الحين. شوف الحين شوف الحقه الحين شعار الشيخ سعود بن فهد هذا هو في المشهد فوق نشوف الحين تصيد له لا يتكرر في القاع يبغي شيء من القعدان يمر عليه عشان يعض. لا أظن اللقطة أظنها قبل لا قدام الحين بيجي اللقطة. عموما مثل ما قلنا هذه تدل على أن المطية شمقان مستانسة وفي يومها وفي قمة جاهزية. نعم. الله يبارك إن شاء الله. مثل ما تفضلوا الربع بأن كهرمان يمتلك في رصيده 4 رموز بالإضافة إلى سلسلة كبيرة من الانتصارات. أقول لك أبو ذيب نرجع لموضوعنا. الناس متشوقة الحين مهرجان سيدي سمو الأمير. مؤسسة هجن الشقب زرعت لنا عنصر مفاجئ جديد. لو أن اليوم اللي فازت شو اسمها كلثم كان يمكن ما يغدي عندنا التشويق ذا كله، لكن اليوم بفوز رشيدة صح وبوصافة كلثم وبحضور شفوف في هذه القمة التوقيت الأفضل الطيارة لو تصعد للمفتوح يمكن الطيارة اليوم ما شفناها في, 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 في المشهد اللي متعودين لها عليها تتامها ذاك النهار 51 وهي في المركز الثالث. يعني اليوم هجن الشقب عطتنا عنصر مفاجأة وسيناريو جديد اللي المشاهد
بيقول وش وشلون بيصير. حتى المحللين في مهرجان سمو الأمير أنا معك إنهم راح تختلف الترشيحات تماما. صحيح. ومن غير ترشيحات المحللين ترشيحات الشارع الرياضي كله راح تختلف. نعم. هي عند كلثم، عند رشيدة، عند شفوف، إذا ارتفعت للمفتوح. نتمنى لهم التوفيق جميعا إن شاء الله. إن شاء الله. إذا مشاهدين الكرام، في معلومة جاتني في ليلة البارحة ولكن يمكن لضيق الوقت أو نسينا أن نذكرها لكم، حول الشعار اللي بيتصدر الشعارات في الموسم. طبعا الصدارة الحين حسب ما جاني من الأخ مبارك بن محمد بن بادي النعيمي مدير إدارة السباقات والأنشطة، الصدارة الآن لشعار السيد محمد بن ناصر الشنجل المري، حتى الآن يتصدر جدول الترتيب العام على مستوى شعارات الأشواط العامة. هناك تكريمين سيكون للشعار اللي يحقق الرقم واحد في نهاية الموسم، تكريمين، مو بتكريم واحد، تكريمين. تكريم سيكون في اللجنة المنظمة لسباقات الهجن للشعار الذي سيحقق أعلى نصيب من النقاط في نهاية الموسم، وأيضا هناك تكريم آخر سيكون من اللجنة الأولمبية القطرية في حفل يشرفه رئيس اللجنة الأولمبية سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة الثاني. لذلك هذه المعلومة جاءتني في ليلة البارحة، أحب أنقلها للمشاركين. نتمنى لهم جميعا التوفيق، ونذكر بأن الصدارة ما زالت لدى شعار السيد محمد بن ناصر الشنجل. هذا الأمر يحفز المشاركين. نعم، حنا الحين نطالب من محمد بن ناصر الشنجل الوصول للقمة صعبة، اسم سهل لكن الحفاظ عليها صعب. يستاهل أبو ناصر إن شاء الله أنه يثبت. نعم، إن شاء الله نطالب بالثبات إن شاء الله في القمة، وكذلك عزبة المسند اللي هي حاملة اللقب 3 سنوات وراء بعض، نطالبها بالرجوع إلى المستوى اللي حنا خابرينها عليه. كذلك الهجر عزب الكبار مثل عزبة السيلية، خليفة العطية، كل واحد يحصد أفضل أسمها للسلالات. عزبة الهديفي، عزبة القمرة، عزبة غانم المنصور، عزبة سعادة أنجال محمد بن زايد. نعم، الخيرين، عزب كبيرة. نعم، هذا لهم عزب، لها إنجازات ولها رموز ولها أكثر عدد رموز في السنين اللي طافت. واجد حنا صراحة أنا يا ربع، أنا عشان كذا ما أنا أنا أعتذر والله. لأن عد الأسماء. إيه، لأن اللي عد الأسماء لازم إنه بينسى حد. عندك من الشعارات واجد، يعني شو بعد كل هالعزب، يمكن عزبة القمرة في التصدر. كلهم صراحة، كل العزب كلكم على العين وعلى الرأس. الله يوفقنا وياكم إن شاء الله. نطالبهم إن شاء الله أنهم يأخذون أكثر رموز ويدعمون عزبهم الحلال اللي ينافس على الرموز المطية اللي ما تأخذ رمز واشتروها بقيمة غالية أو على التحضير وما سبقت، تسبق الركض اللي جاي واللي وراه. فحنا نطلع، حنا الحين كلنا متشوقين من صاحب العزبة الذهبية في هذا الموسم. حنا شفنا 3 سنين محتكرة هذا اللقب اللي هي عزبة ناصر بن عبد الله المسند، والسنة هذه نشوف عزبة الشنجل هي في الصدارة. وعزبة الشنجل السنة هذه أنا أشوف أنها من أصعب العزب وأخطرها على حصد أكثر رموز. بس على الرموز فقط، صح؟ نعم، هي على الرموز. نعم، يعني النقاط على الرموز. أنا ما أعرف الآلية شن هي بالضبط، عشان كذا أقول ليت توضحون الآلية. إيه، الآلية إن شاء الله بإذن الله أبو محمد إن شاء الله إنه يوضح لنا هذه الآلية. وتوقع الوصافة لعزبة محمد بن خالد العطية. نعم، محمد بن خالد. نعم، حصول على 3 رموز والناس وعزبة الشنجل 4 رموز. خلني بقول لك دقيقة بس، لأن أبو محمد أرسل لي عليه السلام وياكم. من يقول؟ رسالة. نعم، محمد بن ناصر الشنجل متصدر الرموز ب4 رموز. يليه في المركز الثاني المشاغب محمد بن خالد العطية ب3 رموز. صحيح. بيض الله. نعم. سعد، هل نشكر الجهات المختصة على هذه البادرة الطيبة؟ أول أن تدي من اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، ومن ثم اللجنة الأولمبية، وبيض الله وجيهم. وهذا شيء داعم لملاك العزب للمحافظة على تراث الآباء والأجداد وزرع نوع من المنافسة. صحيح. ونتمنى أنهم يشوفون آلية معينة للجائزة أو الدرع اللي راح يسلمونه، أنه ما يكون شيء يخص العزبة. مثلا عزبة سعد المتلع قدرت أنها تحصل على أعلى نقاط في هذا الموسم، مثل البيرق مثلا. البيرق أنك إذا تبغى تحافظ عليها سعد
لازم انك تحافظ عليه الموسم الجاي، اذا ما حافظت عليه وطلع عزبة مبارك تسلم حق عزبة مبارك، علشان نوع ثاني للمحافظة على الدرع او البيرق او الشيء هذا، الرمز هذا، الرمز اللي انا صالح اشوف ان هذا تكريم، انك اذا هو يدخل التاريخ، انت اخذت اكثر رموز درع وكرموك في اللجنة المنظمة لسباق الهجن وكذلك اللجنة الأولمبية، هذا تكريم لك انت وتكريم حتى للتاريخ، ما راح تنساه طول العمر. صالح يمكن يقصد التكريم، لو تحتفظ بها انت يكون افضل. الرمز والتكريم غير، والتكريم غير. أيوة. التكريم انا ما انا اتكلم عن التكريم، هو بيكون لك ولكن الرمز اللي راح يسلم لك اياه ما يكون لك، اذا انت تبغيه حافظ على الموسم الجاي. لكن التكريم لك، التكريم لك، هذا رمز، هذا رمز تكريمي لازم اني انا احتفظ به عندي، هذا رمز تكريمي انا خذيته مو كذا منه وسرها. هي وجهات نظر فعلا يمكن، يعني لا لا صار هذا درع التكريم غير عن البيرق، البيرق هذا آليته ثانيه، لكن درع التكريم هذا هو اللي يبدا مثلا الدرع فوق البيرق، الدرع يضرب في العزبه مع التكريم والبيرق يرجع للجنه. وبعد كذلك نشكر اللجنه على بادره اسباب التراثي في مهرجان التحدي بمحمد، طرحنا احنا الفكره هذه في البرنامج اللي جاتك على هاشتاج في تويتر. نعم، اللي هي ثلاث المراكز، ثلاث مراكز تاهيل في كل مهرجان يكون هناك سباق تراثي وجايه سيارات. صح، فجاتنا سمعنا من الاخ مبارك مبادي انه مشكوره اللجنه المنظمه وضعت لهم سباق في يوم التحدي مع مهرجان يصادف مهرجان التحدي في مع مهرجان التحدي، يكون ثلاثة أيضا فيهم متأهلين في كل شوط آلية ثلاث أو خمس على حسب ما نشوفها اللجنة، الأوائل يكون لهم يوم مع يوم التحدي، بعد كذلك منافسة بينهم. نشكرهم على هذه البادرة الطيبة، بيض الله وجيهم، لخلق منافسة بين الأخوان، بيض الله وجيهم. أنا صراحة كنت وأنا مسافر اتصل علي أحد الأخوان اللي مشاركين في هذا في هذه السباقات، نعم، وتكلم معاي وقال لي يا سعد عندي رسالة ودي أنك تنقلها للقائمين على تنظيم مثل هذه السباقات التراثية. الهدف بكل تأكيد هو خدمة الموروث وزرع هذه الرياضة في نفوس الشباب وأيضا المحافظة عليها والتنافس. صحيح. يقول فقط جزئية بسيطة جدا فيما يتعلق بالجوائز العينية، يقول حنا نتمنى أن تكون الجوائز العينية أفضل من ما هي موجود. طبعا احنا متعودين على الشفافية والطرح الواضح مع اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، وبرنامجنا ما هو إلا برنامج يخدم هذه الرياضة ويعمل جاهدا على أن تكون رياضة الآباء والأجداد في قمة عطائها بفضل دعم سيدي أمير البلاد المفدى، وأيضا عمل الحكومة واختيارها للكفاءات لقيادة دفة العملية التنظيمية. يرى بأن الجوائز تحتاج ربما إلى زيادة أن ترفع تضاعف، أو أن حتى الجوائز العينية الموجودة أنها تكون مثل السيارات اللي في الأشواط الرئيسية. صحيح، لأن هذا جهد يقام به محمد وموروث يحافظ عليه. صحيح، وتنافس بين الأخوان وله شعبية عندنا في ميدان الشحانية. صحيح، من قبل كل العزب. نعم، وحنا نشكر اللجنة أيضا. نعم، اللجنة نشكرهم، واجهنا الملاحظة ولكن نشكرهم على أيضا أن جعلوا لنا أيضا نافذة أخرى تراثية في مهرجان. صحيح. التحدي بتأهيل المراكز الثلاثة الأولى من مهرجان المؤسس ومهرجان سيدي الأمير الوالد ومهرجان سيدي سمو الأمير. إذن أيضا هذه بشرة سارة لكم يا هل السباق التراثي، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وأن نرى إن شاء الله أشواط مميزة وقوية. نعم، ومميزة. تفضل براشد. دون فضلك، كذلك نطلب من اللجنة إذا أمكن يضعون لجنة جائزة أخرى لأفضل ركوب في كل شوط، يكون فيه اختيار واحد أو اثنين من الشباب اللي يركبون أفضل شخص يركب من في الشوط، يختارونه في الشوط. مثلاً قصدك أنه ركوبه يعني يكون ركوب مميز، اللي متميز في احتياطات السلامة، اللي ركوبه زين، اللي يشر بعصاه، اللي ماسك خطام البعير، علشان بعد نوع دعم ثاني للشباب اللي يركبون. نعم، وهو ترى ركوب له رونق. نعم، الناس ترى هم قصروا اللجنة، نشكرهم الشكر الجزيل على سباق التراث. تدري انهم افتحوا سوق جديد. صحيح، للركاب. صحيح. نعم، يعني بفضل الجوائز هذه والمسابقات هذه افتحوا سوق جديد للركاب، بعضها يمكن كان ما يسوى له حتى 10,000 ريال.
الحين قد قيمته ب 150 وب 200 وب 100. نعم يشترون المطايا غالية. نعم. ويتعبون من اول الموسم. يتعب على المطية اللي تنقر الركاب. هم اللي يفحمون. نعم نعم. وانا الصراحة اضم صوتي مع صوت الرجال اللي كلمك يا سعد على التعب اللي يتعبونه والمشاكل اللي يشترونها. يحطون سباق وش اسمه هو وهم اللي يفحمون الحلال. ما قصرت اللجنة. اللجنة ما قصرت لكن هو بعد وحنا. نعم. كذلك اللجنة ما عملت هذا الشيء. نعم. عشان تشجيعهم. كلام سليم. وعيد النظر. أقول لك يعني بالنسبة للسباقات ذي فتحت المجال ما شاء الله. يعني راعي البعير اللي كان يمكن ما يسوى له 15,000-20,000 بس إن فيه الحملة أنه ينقل الركاب البشري وبيقطع المسافة ها صار له قيمة. صح. صار قيمته بدل ما هي 10,000 صار قيمته 100,000 صار قيمته بدل ما هو 20 صار 200 لأن المطاية ذي مهو بكل مطية تصلح. ما يصلح إلا المطية اللي تنقل الركاب. بعضها يسبق بالآلي لكن ما في حملة للراكب البشري. صح. ما ينقل الركاب البشري معرض للخطر يعني هو بعد الراكب. نعم باقي عندي تقريبا يمكن حول 10 دقائق اللي عنده سالفة عندنا الله طوعك والستار جزاكم الله خير. قبل شوي شفنا على الشاشة لقطة جميلة بس دقيقة بس ابو نواف ايش تقولون ايش اللي اسمحونا حنا عندنا لقاء محمد بن خالد العطيمة بعدين سالفتي ترى عادي زين. اذا نشوف مشاهدين الكرام مقابلة المضمر المشاغب محمد بن خالد العطية وهذه خيرة علشان نبارك له على حصوله على كهرمان على الرمز الرابع وأيضا نبارك له وصافته للترتيب العام من خلال عزبته الشخصية. أبو خالد يأتي في المركز الثاني برصيد 3 رموز ومحمد يمكن من الناس اللي شهادتنا فيهم مجروحة يمتلك ما شاء الله محبة لهذه الرياضة رياضة الآباء والأجداد وأيضا يمتلك معرفة بالسلالات ويمتلك ذاكرة. نقول ما شاء الله يا أبو خالد والله يوفقك ونتابع هذه المقابلة مع أبو خالد بعد فوزه مع كهرمان وحصوله على رمز الجذاع القعدان الإنتاج وبعد المقابلة نتعرف على نتائج الفترتين الصباحية والمسائية. المضمر المشاغب محمد بن خالد العطية تستاهل فوز كهرمان بالخنجر الذهبي للجذاع القعدان الإنتاج. تستاهل الخير والعافية يا أبو بريك. خالد وش سلالة كهرمان؟ سلالة كهرمان لأبو وذنان هجن الشحانية والأم الإنتاج الشحانية. نعم. وذنان أنت كنت تدرب أبوه؟ وذنان عم دربت أبوه حصل طال عمرك اعتزل في الكويت في ختامي في سباق الكويت وماخذ رمز كاس الخليج في دولة قطر في رصيد وذنان رمزين وفي رصيد طال عمرك 4 سيارات. وهذا يعتبر من إنتاجك أبوه كنت تدربه أنت؟ هذا طال عمرك من إنتاج هجن الشحاني هجن أم الزبار. وانتاجهم هجنهم الزبار يغذي الملاك ونشكر القائمين عليه والله يطول عمار المعازيب اللي انتقوا لنا جميع السلالات من جميع انواع العالم وحطوها عندنا في في ام الزبار والحمد لله والقائمين عليها ما قصروا بالتسهيلات لجميع المنتجين والله يجزاهم خير ويكتب اجرهم ان شاء الله. وش انجازاته قبل الرمز الليله؟ الانجازات العام حاصل على رمزين والسنة حاصل على رمز في سباق المؤسس طيب الله ثراه واليوم الرمز الثاني. الرمز الثاني يعتبر الرمز الرابع في رصيده. الرمز الرابع في رصيده. محمد كيف شاهدت المنافسة الليلة شوط الجذاع؟ والله كانت المنافسة طال عمرك قوية شوط الجذاع ونهني جميع الفائزين اللي حصلوا على الرموز لأن طال عمرك كلها هجن مسمية وكنا نترقب هاي اليوم نشوفها فيه متى تجتمع مع بعض. الله يحييكم مشاهدينا الكرام رجعنا لكم بعد الفاصل
مرة أخرى إلى برنامجكم برنامج الريس. لم يتبقى لدينا إلا دقائق قليلة أبو نواف، اسمح لنا قبل شوي نتكلم في موضوع وتابعنا مقابلة أبو خالد. بعد ما باركنا الأخوان الفائزين وكذلك أيضا شكرنا اللجنة على ما قامت من جهود، الليلة قبل شوي أبو محمد شفنا لقطة على الشاشة، لقطة جميلة تعيد الشايب شباب، ويا ليت وصفوا لنا هذا المكان عشان نروح نشوف واحد من اخواننا ما شاء الله الليله يلق واحد، فهذا كنا ودنا فيه، بس نباكم توصفوا لنا المكان اللي يخلي الشايب شباب. هذا ابو محمد ما عنده رفيق. نعم، من هو رفيقك عادل؟ والله واحد ظهر على الشاشه قبل شوي محمد، وعدني يظهر على الشاشه خبري امس ويغير. يا ابو نواف، هذه الحقيقه الغايبه. مرحبا. اي نعم، مرحبا يا ابو ذيب. انا في رجال كان ذال من عينه، وابشرك انه مات وعودت على الحقيقه. ابو نواف الحمد لله. يوم الله فكك من وجهك غير، ان شاء الله يبتليك غيره. يقول يبتليك غيره. يا لقيت تعال يا ولد. اي نعم، ما انا ما نبقى الا جزاك الله خير. انا برد عليك يا ابو ذيب الليله، ما شاء الله شخصيتك رائع وستايلك جميل. اول مره يعدل الرجال. عدلت عند الحلاق اللي انت وصفتني اللي لفه ثانيه تقول لي الباكستانيين. لا تقول ابو برايد يعرف الحلاق ذا، ما يعرف ابو برايد شباب بعد. ترى وصفني حلاق، قال رحت الحلاق الغلط، الحلاق الغلط الحلاق الصح موجود. نصيحتي لا تروح هذا كلام الدعبة، والله اللي انت تروح عند لهبلك من غيره. انا ما رحت الحلاق، هذا الصحيح. قال لك هذه الحقيقه الغايبه. هذه الحقيقه الغايبه، والله ردها طال عمرك. الحمد لله. حلم من الليل الصبح. حلم. زين، بكره ما في رموز؟ بكره سباق التراثي. بكره سباق التراثي. نعم، ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. امين. سباق التراثي والله انهم مجدين. صحيح. الواحد منهم الركاب منهم يدور للبعير دوره. صح. دوره ما هي بعاديه، يتعبون الرياجيل في دوره الركاب، في حجز الركاب. ونشكر اللجنه والقائمين عليها على هذه الجوائز وعلى فتح مجال التنافس. صحيح. صراحه نعيد ونكرر الكلام اللي قلته قبل شوي، انهم افتحوا سوق جديد وافتحوا منافسه جديده، وبيض الله وجيههم ما قصروا. يستاهلون. يمكن عند العرب يطمعون بالخير وهم سباقين للخير وعلومهم طيبه. صحيح. يطمعون فيهم بالعلوم الزينه وهم كفولها. لن ظنهم فيهم طيب. نعم، ظن الطيب ما ظن في الطيب الا الظن الطيب. صحيح. وهم مثل ما حطوا الاشواط لي وجابوها من لا شيء، من العدم، ما كانت موجوده حطوها، هم قادرين على انهم يرفعون مستواها، وهم بيض الله وجيههم ما قصروا. اللجنه الحقيقه نشكرهم، من اكبر موظف الى اصغر موظف، علومهم طيبه وجهودهم نشوفها شوف العين، ونقول بيض الله وجيههم ما قصروا على ترتيب المراكيض، على ترتيب الجوائز، على تنظيم التسجيل. من جاهم يشكرهم، من جاهم يمدحهم، في لجنه التشبيه، لجنه التسنين، صراحه مجهودهم واضح ونشكرهم عليه. يستاهلون. باقي دقيقتين، اللي عنده سالفه ولا؟ والله احنا من ابو ذيب قصيد. احنا نتمنى التوفيق لهم والسلامه بكره الظاهر في مطر الصبح وبرد. على اللوك الجديد نبغى قصيده من ابو ذيب. التوفيق والسلامه. هذا عليكم انتم القصيده تخلونها. لا احنا نبغى. ما دام انه قدد اللوك الجديد ورا قصيده ولا في الهجن. ما عندنا شيء من القصيد. نشوفك معرس ان شاء الله. زين، خلونا جل نشوف النتائج. المنافسه المحللين، مثل ما اشرنا بان شركه حمايه للسيارات قدمت سياره للأخوة المحللين، صاحب أعلى نسبة نقاط من الأخوة المحللين سيحصل على هذه السيارة. اليوم تغيرت النتيجة على مستوى مهرجان سيدي الأمير الوالد. طبعا في مهرجان مؤسس فهد المهندي متصدر، صدارته ما زالت مستمرة، ولكن حنا قلنا بناخذ كل مهرجان على حدة وبعدين بنجمع النقاط. الآن الصدارة بين فهد بن علي المهندي وأيضا راشد بن حارب السعدي ب44 نقطة. إذن الأول مكرر بين فهد وبين أبو نواف. المركز الثالث مبارك حمد الشهواني ب42 نقطة. المركز الرابع صالح بن راشد الدعبة ب40 نقطة. المركز الخامس غانم الهاجري ب38 نقطة. والمركز السادس السندوانة ب35 نقطة. السندوانة العام انت محقق السيارة، اليوم أشوفك في المرتبة الوعد الختامي الأخيرة.
يعني بتعوض، وما زال ترى ما زال امامك بعد فرصه في تمويه السنه هذه، بدايه مهرجان في تمويه للشباب جديده، تعرف حامل اللقب لازم لا لازم موه صح. لكن انا اقول ان انت في بدايه هذا المهرجان تصدرت وحمس الشباب، والحين تصدروا وعقب طال عمرك بنقلب الطاوله. نعم لو الظاهر عليه هذا السيارة انا ما في حسابه خلاص ما لا تستبعد عاد باقي ترى صحيح ممكن. انا اقول لك الى اخر يوم لا يامنون، انت تطرح الشرك في السياره طرحت من الى اخر يوم لا يامنون النتيجه والله خاشر فهد دي بتخاشر فهد انا ما خاشر. سووا اتفاق الربع ابو نواف صار في حديث مع ابو ذيب، قال ابو ذيب اذا فزت بالسياره لك نصها يا ابو نواف، قال ابو نواف اجل انا اذا فزت بالسياره لك نصها يا ابو ذيب، لكن انا ما ودي مشاركتك يا ابو ذيب، انا ودي مشاركه الثاني. يبي يلعب على المضمون ما في حيله يا شباب ما تحفظوا. وصلنا الى الختام مشاهدينا الكرام، لا يسعنا الا ان نتقدم لكم بخالص الشكر وعظيم الامتنان على متابعتكم لنا في برنامج الريس. الشكر موصول لاخواني الاعزاء نجوم برنامج الريس، ولكم من فريق العمل أجمل وأطيب تحية، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. عليكم السلام. بيض الله ويحفظكم.